يا هلا فيكم مرة ثانية على قناة فريق البحرين لزيارات الكوربت. اليوم عندنا مشكلة بسيطة يعانون منها أصحاب السيفور كثيرا، طبعا بسبب خزان الماء يكون بلاستيك والماسورة تنكسر عندهم بسرعة. راح أرويكم شغلة بسيطة وسريعة تقدر تسويها في البيت وما تكلفك كثير. خليك هاي الحين عندنا خزان ماي حق كوربت C4 مثل ما انتم شايفين. عندنا الان والاوت حق الهيتر حق الكولينج، وعندنا كذلك فوق اللي ينكسر اكثر شيء هذه الفوقي واحيانا التحتي لانه بلاستيك. فشنو راح تحتاج في تصليح هذه المطارة بدل ما انك تدفع مبلغ وحين غير متوفرة اتوقع، فتحتاج كشحن والاخرى من خسائر. تحتاج هذه ماسورة براس تلاقيها في محلات الغاز، محلات المقاولات اللي عندهم تصليح مياه وغيره واضحة. واحيانا انت هذه كاملة معاها نت او بولت يعني، فانت تحتاج هذه تقدر تاخذها بروحها، تشيل البولت وتخليها بروحها. تحتاج كذلك ميكس جلو، انا افضل انك تستخدم بي سي 11 او بي سي 7. طبعا الستيكر مشيول، هذه نوع الخلطة امريكية لانها تحتاج يكون عندك شيء قوي ولازم طبعا تنظف المنطقة قبل لا تستخدم اي شيء او تحط المكس جلو، يكون مكان جاف كذلك نظيف. طبعا الحين ما انتهينا من تنظيفها، اول نخلص تصليحها بعدين تنظيفها. فتحتاج دريل وتحتاج بروش صغير اذا توفر، ما توفر تقدر تنظفه باي شيء حتى بسكروب درايفر يعني. اهم شيء تنظف المنطقة بورق صنفرة يكون هنا نظيف كله. حاليا تنظف المكان مجرد اللي بينحط عليه المكسيكو، لازم يكون نظيف تماما وجاف. طبعا تقدر تستخدم الطريقة حق اي سيارة مو شرط الكوربت C4، اي سيارة فيها ماسورات بلاستيك تقدر تستخدم لهذه الطريقة. حاليا انتهينا من تركيب الماسورة، حطينا عليها مكسيكو نفس ما انتم شايفين، سكناها بكر كبس احتياط اساس ان ما تتحرك، وتقدر تخليها بشكل وقافي وراح تضبط بعد. هاي المنطقة لازم تنظفها شوي عشان يركب الهوز، لان هاي المكسيك لو البي سي 7 او بي سي 11 ما ينشال بسهولة، حتى البترول او البنزين ما يأثر فيه، وتقدر تصلح فيه حتى خزان بنزين. هذه حاليا جاهزة، تحتاج فقط تنظيف فينيشينج وتركب على سيارة من احسن ما يكون. لا تنسون اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة دعمونا بلايك واشتركوا في القناة.